طبق مسحب بالباك، اندومي الباك، تابع التفاصيل عشان تعرف. اليوم تجربتنا اليوم شويه مختلفه. انا صراحه الامانه طحت في ترندات التيك توك، تعرفون حقون التيك توك مجانين، يعني حرفيا يسوي اشياء غريبه وعجيبه. حبيت اجرب اندومي مع مسحب الباك. طبعا باخذ مسحب الباك الحراق، لانه مع الحراق يطلع الطعم ولا يا حبيب قلبي. اول حاجه باخذ الاندومي، نروح الباك اخذ وجبه الباك مسحب. انا احب النكهه هذه يا جماعه الخير. اندومي حنجرب، حنحط مسحب الباك مع اندومي، تجربه جديده. انا والله شفت ترندات التيك توك، فصراحه حبيت اجرب الاندومي مع مسحب الباك. فلما انا هذا عشان نكهه احبها، فبجرب هذا، وان شاء الله مره ثانيه نجرب نكهات ثانيه. يعني بنضيف الاندومي على البريست الباك، اكيد بيطلع جيد طالما المستكه تكون موجوده. يعني بالعاده احنا نصور الصباح، بس اليوم قررت اصور بالليل، اشوف تجربه ليليه. يعني هاي سيري، هاوز ذا ويذر؟ It's currently clear and 34 degrees. اوه بالليل درجة الحرارة 34، يعني اخف من الصباح. انا جاي فرع الباك الساعة كم؟ شوفوا الساعة 9:30، شوف الزحمة قديش. انا طبعا باخذ عن موقف السيارات، والله مستحيل اخذ ادخل جوا، والله مستحيل. ابغى مسحب حراق كبير. طيب مسحب حراق كبير؟ ايوه بس. شكرا. السلام عليكم. شوتينج؟ ايوه. اون يوتيوب اي ويل ابلود ذا فيديو. انت وجبة مسحب وبروست، انت اكل سوسه كبسة اكل؟ جرب. ايوه. كيف؟ انا كويس مرة. كويس 100%؟ نودل. نودلز. سوسه نودل. ما في تراي؟ لازم تراي، انا اسوي تراي اليوم. اليوم مرة زحمة. انا اجي صباح ما في زحمة. هذا معلوم. هذا الصباح يجي انت ها؟ اوكي. ثانك يو. شكرا يا مدير. ثانك يو. تعال باي باي. حبايب قلبي وصلنا البيت، وبيت ابو غمسة. تمزح. الحين حنسوي هذه الحلوة البحرينية، الله يسلمك. هذه الحلوة. الله يسلمك. ابو غمسة سافر البحرين قبل يومين، وكلمته في السناب، والله نسيت اقول له حلو، جيب لي حلو البحريني. بس الرجال صراحه والله شوف نسى. عشان تعرف ان انا ما انساك يا حبيبي. شوف يا حبيب قلبي، الله يسلمك. كيف تروح البحرين وما تجيب الحلوى؟ بسم الله. بسمع بس يا اخي، بردت الله. حاره حلوه. هذا عمر فاروق. هذا لازم. لا عمر فاروق يوم جاء السعوديه ترى يهديهم زي كذا، يمشي لهم كذا، يعطيهم عشان جيت قد مره حلوه بحرينيه. صح. قناة أبو غمسة تحت، أبغى كلكم تفجرون اشتراكات، خلونا نوصل 1000 مشترك بأسرع وقت ممكن بعد هذا الفيديو. لازم 3 حبات اندومي، وجبة مسحب حراق البيك، حكسر الاندومي زي كذا عشان طبعا نحط الموية أول شيء، بعدين أنا جالس أعلمهم اندومي. كيف تقيس الموية مع الاندومي؟ بالعقل بالعقل، خلاص في برمجة. أهم شيء تتأكد إنه نار شغالة. وليش تكسر انا ماني عارف؟ طب خليه كامل وبعدين هذا. لا تكسر عشان يصير صينيين شوية. كذا الحين جالس يستوي، نعطيها كذا 5 دقائق الى 6 دقائق، بعدين نحط البهارات والزيت. اهم شيء تنظف المكان. ايوه كما كان. عشان لا تضربني الحرمة. طبعا ما تشرب المويه مع البيك، تشرب مويه السوق. انت مسحب ايش بيسوي؟ بيسبح جوا؟ المسحب بيسبح جوا؟ مسحب البيك بتحطه جوا؟ ايوه هذا تجربة الثريندر. الحلوى؟ الحلوى بنحط عليها حلوى. خلي الحلوى مرة واحدة. مطاعم. بس الاندومي بشر بالخير يعني، ما 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 الله يقرفك. ايش؟ ايه الحلوى جوا، الحلوى جوا. يمين باللمبر، يمين باللمبر. اللي كذا يخلي الطعم تبع من جد جنان. اندومي جنان طعم سوء. الاندومي كذا جاهز زي ما انتم شايفين. طبعا قطع المسحب شوف راح نقصها بالطريقه هذه زي ما انتم شايفين. جربوها صدقوني ما راح تندمون. انا صراحه للامانه تحمست مع ترند التيك توك، والله تيك توك غريبين صراحه. ابداعات قاعد تطلع. حط قاعد تقصقصها بالسكين. وانا متحمس. اندومي البيك، بالله قد جربت اول؟ الشوكه ذي احط امشط فيها شعرك لما كان. طيب انا الحين باكل، بس ابغاك تعطيني رايك، تمام؟ لا احد يجي يقول لي انت كذاب، لا هذا اندومي. بسم الله، بالله اعطيك بكل امانه. طيب. اوه يا ولد ايش الطعامه ذي؟
باللاكه حتى طعمه فيه ملح شوي باللاكه لذيذ والله لذيذ كذا تحس لما ينزل بعدين الحراق المسحب يدخل شوف باللاكه امضغ ثاني امضغ امضغ حتى لين كمان كيف لذيذ لما ينزل ليش يصير ما على طول يمشي هذا طلب مني بحط قناة أبو غمزة تحت أتمنى نوصل 1000 مشترك بأسرع وقت ممكن يعني بعد هذا الفيديو بعد نزول هذا الفيديو أبغى 1000 مشترك بكرة في فيديو جديد أول مرة أكل أندومي بدون الموية بدون الشوربة فلذيذ يعني لذيذ لذيذ حلو فالأندومي حار وهذا حر يا أبوي أنت ولعتني والله والله حرق يا جماعة أنا غلط بس يلا عواف تجربة بس والله يا جماعة شوفوا اكتبوا لي تحت افكار جديده ممكن نشاركها كذا مع بعض اندومي الحمد لله طيب المره هذه اندومي وبيك بعدين ايش مره ثانيه انا اخترع بيض وحلاوه طحينيه لا لا اخترع كبسه البيك كيف كبسه البيك نجيب بروست نحط امها بالرز لا هذه عاده هذه من زمان ترى يسووها انا كنت اكل بروست مع الرز اجل اكتبوا لنا شيء جديد اكتبوا لنا واي شيء يجي ببالكم حنسويه حنسويه ان شاء الله زازي عبدو يقول انا من المغرب تحياتي اخواننا وكل عربي اينما كان والله ناس طيبين الله يسعدك يا زازي وشكرا على التعليق الحلو واحنا نحب المغرب وان شاء الله نزوركم قريب باذن الله غوسون يقول مبروك على 900,000 مشترك ان شاء الله توصل 1,000,000 باقرب وقت خلاص يا جماعة الخير ما بقى شيء على 1,000,000 يعني باقي تقريبا 50,000 او اقل من 50,000 نوصل 1,000,000 مشترك باذن الله ونحتفل سوا طيب يا حبايب قلبي كده يكون وصلنا نهاية المقطع اتمنى المقطع ينال اعجابكم لا تنسون اهم شيء اللايك والاشتراك في القناة وفعل جرس التنبيهات واكتبوا لي تحت اراءكم واقتراحاتكم واي شيء جديد تبغون ننزله في الايام الجاية ونشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجاية والسلام